السلام ورحمة الله. هادي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هادي، تفضل. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. يا أخي أنا الجواز جواز سري. نعم. وما أخبرت أهلي ولسه، فطلع عندي مولود. طب هادي عفوا، زواج سري يعني ولي المرأة والشهود موجودين؟ لا ليس موجود، أم المرأة بس موجودة. يعني تزوجتها فيما بينك وبينها؟ إيه. كان في شهود؟ لا ما كان في أي حاجة، بس ورقة الشيخ وكذا. أول مرة ما تزوجت، أنا تزوجت مرتين. يعني في شيخ زوجك؟ الأول مرة ما في شيخ جوزني وجابت مني طفل، وبعد هذا أسقطت الطفل بدواء. لا لكن يا خادي، الآن أبو البنت موجود؟ لا ما ليس موجود. وقت العقد ما لها، ما زوجك أبوها؟ لا أم البنت. أم البنت؟ أبوها مطلق. أيوه مطلق أم البنت هذه. طيب كان في شيخ يتولى العقد بينكم؟ أيوه كان في شيخ يتولى العقد وورقة. أيوه. كذا وبس. مأذون يعني، في مأذون؟ هي في مأذون كتب لهذا وكل شيء، ادانا اوراق وكل حاجه. ما يمكن المأذون يسجل الورقه هذه او العقد الا اذا وجد الولي. كيف الام كانت تولاها؟ الام ما ليست وليه الام. انت داخل المملكه ولا خارج المملكه الزواج؟ لا خارج المملكه. خارج المملكه. يمكن. طيب خير. الو بس، وهي اصلا الجواز الثاني بدون جواز بدون اي حاجه، يعني كان زنا. يعني تزوجت اي يعني قبل العقد كان بينك وبينها علاقة محرمة؟ ايوه علاقة محرمة. ثم بعد ذلك حصل منها ولد، ثم عقدت فيما بينك وبينها كذا؟ لا ما عقدت بيني وبينها ولا اي حاجة، كان زنا. هذا المرة الأولى والثانية؟ المرة الثانية دي. طيب السؤال يا أخي، يعني هل المولود هذا عليه زكاة أو عليه أي حاجة أو عليه دخل ولا أي شيء، أو عليه صدقة أو عليه أي شيء؟ المولود مات هذا؟ لا توفى. توفي؟ ايه توفي بعد الولادة ولا قبل؟ يعني أسقطت. ايه. خير إن شاء الله. دواء. طيب. بدواء. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. هذه الحادثة. هادي حسب ما فهمت منه أنه كانت له بينه وبين فتاة علاقة محرمة، ثم بعد ذلك يعني تزوج منها زواجا سريا. نعم. يعني بدون ولي، وإنما عقد له شخص فيما بينه وبينها ووالدتها. ما حكم هذا الزواج وما حكم ما فعله؟ يعني هذا الفعل لا شك أنه محرم وكبيرة، الفعلة الفاحشة كبيرة، والذي بعدها وهو الزنا بغير ولي أيضا، هذا أيضا لم يعالج القضية بل زادها سوءا، كونه ارتكب أمرا محرما مخالفا للنصوص الشرعية البينة الواضحة في هذه المسألة. يعني التوبة بابها مفتوح مهما تعاظمت الذنوب ومهما كثرت، يعني التوبة عما وقع من ذنب، سواء الأمر الأول أو الأمر الثاني، هو المخرج الشرعي لهذا. نعم. الأمر أن يصدق المرء في توبته مع الله تعالى، وأن يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن هذا الذنب. نعم. فيما يتعلق بإسقاط الجنين، نقول الجنين إذا كان قد نفخت فيه الروح يعني بعد 4 أشهر، فهنا يكون فيه الدية، والدية تكون بغرة عبد أو أمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعادل 5 من الإبل، يعني حوالي 5000 ريال. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإنه ليس فيه